من غير سندوتشات ومن غير وجبات ومن غير قطورات، لعيبة النادي الأهلي تسعد الجماهير في كل مكان في أسوان، وبثلاث أهداف تنتصر انتصار عريض على أسوان. منتظر اشتراك كل جمهور النادي الأهلي في القناة، أحلى جمهور في الدنيا. يلا بينا على الفيديو وشرح أهداف النادي الأهلي وكل ما يخص مباراة الأهلي وأسوان. العيد والأهلي في الصعيد، نتيجة عريضة للنادي الأهلي يتفوق على أسوان. من غير سندوتشات ولا قطورات، جماهير النادي الأهلي مالية أسوان ومالية الاستاد، ولعيبة النادي الأهلي تكافئ الجماهير الزاحفة من القاهرة والجماهير المتواجدة في أسوان في الاستاد بثلاث أهداف، ولا أجمل ولا أروع. هدف محمود كهربا، ثم أحمد عبد القادر، ثم محمد مجدي أفشة. لعيبة النادي الأهلي اليوم كانوا على قدر المسؤولية، أسعدوا جماهيرهم عقب الهزيمة من الهلال السوداني. مارسيال كولر راح بعض لعيبة النادي الأهلي من أجل مواجهة أسوان القادمة، من أجل مواجهة سان داونز القادمة، ولكن لعيبة النادي الأهلي أدت مباراة أكثر من رائعة. شفنا تألق كهربا، حسين الشحات 3 أسيست اليوم، أحمد عبد القادر عمل مباراة جيدة أيضا. كل لعيبة النادي الأهلي في الشوط الأول كانوا متألقين، وفي الشوط الثاني لعيبة النادي الأهلي بتسير الأمور حتى انتهاء المباراة. ألف مليون مبروك فوز النادي الأهلي، ألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي اللي كان موجود في المدرجات من غير سندوتشات ومن غير وجبات، وكانوا زحفين ورا النادي الأهلي على الفوز، ناويين على الانتصار، مصممين إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي زي ما فرحتنا النهاردة تفرحنا في مباراة سان داونز القادمة بإذن الله. أحلى جمهور في الدنيا.